السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم وسيم. اليوم رجعنا لكم بفيديو جديد وجهاز جديد اللي هو طابلت مناسب جدا للطلبة وللاستعمال اليومي، واللي هو كذلك من الشركة الرائدة بلاك فيو. كما راكم تشوفوا خوتي، هذا هو الجهاز، يأتي بتصميم مميز للغاية، كثافة 7.6 ملم مع وزن 500 جرام فقط، مع كاميرا 50 ميجا بيكسل من شركة سامسونج، شاشة 11.5 انش 2.4 كي مع تحديث 120 هرتز، مع سعة بطارية 8800 ميلي امبير، وتخزين 265 روم و 12 جيجا للرام مع معالج هيليو جي 99، وتأتي أيضا بنظام المعروف من شركة بلاك فيو اللي هو الدوك او اس، كما راكم تشوفوا نظام عملي للغاية، كما تأتي أيضا مع القلم الستايلش ولوحة المفاتيح. بالنسبة خاوتنا لسرعة الطابلت، كما راكم تشوفوا خاوتنا، هذه هي تجربة الطابلت على نظام الانطوطو. كما راكم تشوفوا كما راكم تلاحظوا في النهاية عطتنا 518 نقطة، يعني صراحة رقم رائع بالنسبة للطابلت. وممكن معروف انه بروسيسور هيليو جي 99، يعني معالج يعني جيد لا غبار عليه. المهم خوتنا، هذه هي ايضا حبيت يعني نعرض عليكم جهاز ايضا من شركة البلاك فيو، اللي هي هذه الساعة اللي هي بلاك فيو دبليو 16. كما راكم تشوفوا خاوتي، ساعة تصميم انيق وجذاب، ساعة رياضية ما شاء الله. تأتي ايضا بالفلاش، زر خاص بالفلاش كما راكم تشوفوا، مع ايضا العديد من الميزات، الاشعارات الى اخره، كما ايضا يمكن الاتصال، تأتي مزودة بالشريحة، وكذلك تحتوي على البوصلة وتدعم الكثير من الرياضات. هذه هي خاوتنا الساعة والهاتف، اللي راه مهتم خاوتنا يبعث لنا في الانستغرام، ولا نخليكم ايضا الرابط الاسفل الفيديو، يعني اللي يحب يطلب والله يدخل الى الي اكسبريس، كذلك راح نخليكم كوبون فيه يعني صراحة سعر هايل بالنسبة لهذين الجهازين، تقدروا تطلبوا منه. المهم هذا هو اللي كان عندي في هذا الفيديو. رمضانكم مبارك، لا تنسوا الصلاة على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا هو اللي كان عندي، وهيا السلام.